ولا انسى برضو الموقف اللي حطيتني فيه في الجيروكوبتر يا عبدو وعطيتني المفتوحه. بدي اياك تشوف تشم هوا دبي الحلو. لا 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 ما لازم تكون قاعد انت بمحل مسكر، انه بدي اياك هيك تتفتح. لحظة وصولنا شفتها هيك عن بعيد هالطيارة هيدي الزرقاء والبيضة اللي شكلها يعتبر شوي غريب، بينت انه منا شيء لحتى واحد يرتعب منه. We have two kind of gyrocopters. One is the blue one, is a side by side, absolutely covered, like a blue egg. And another is an open one. You will sit behind the pilot, and it's absolutely free. بعد ما شفت الجيروكوبتر ماني مرتاح جدا جدا جدا. We will fly with this gyrocopter. The routing speed is around 100 km per hour. How high we can fly? We will start the flight 1,000 feet, and after we will climb 1,500 feet. What is that, 1,000 feet? It's like 300 meters. ما أبغى أطلع على الأشياء هذه. ما أبغى. Look, usually I'm a fast learner, so will it be possible for me to be your co-pilot, maybe? Yes. Sure. No problem. I am a tourist. I don't want to be co-pilot. I want to go up 20 meters and down again, please. Get ready. ليش طلعت بهذه؟ خلينا نطلع انا اول. لا ما عليه، انا قريب على اقرب من المكان. وطيارتي انا وين؟ Your plane is on this yellow one. ماني شايف زين، الشمس وجهي وشايف مراوح هناك. هذه صفرة، هذه صفرة. في خضم الوضع اللي انا فيه استقبلني الكابتن إيغور. Nice to meet you. We'll fly together. I think there is a mistake. This is open. Open, yeah. No problem. What do you mean no problem? أنا عندي فوبيا من الأماكن المفتوحة العالية، ما هو من الطيارات، أنا أطير دائما. This for you because we are flying over the water, we have to use the life jacket. Your hand. لا لا. Just in case of water landing, we'll not land to water, but just in case you have your second chance to survive, just put your this leg inside there and have a seat. Come please. Brilliant. Thank you. انا عبد الله بعرفك بس داخل الحلبات او مراحل الرالي، بلشت اتفاجئ فيه انه عنده فوبيا وبخاف من المرتفعات. اوكي ناو اي تشينج فور ذا فلايت بوزيشن ذن ذا روتور ويل بي فري اي ريليز ذا بريك وي ار رولينج يو فيل يا اوكي. دائما وقت نحكي مع البايلوت وبيعطيك التعاليم بتحسسك انه انت مرحب فيك معه بقلب الطياره، طبعا هذا الشيء دائما شعور بيريحك. عبدو بدل معاي عبدو، لا تروح تخليني عبدو ولا بولي. Good acceleration from 0 to 100. Now the rotor is free. لا إله إلا الله. ويجيك عبدو يطير جنبي. لا تطير جنبي. منظر النخلة على ايدي الشمال، على يميني برج العرب، وبالوجه على بعيد عندنا برج خليفة. منظر ورا اروع من هيك، من محل واحد قادر اشوفهم كلهم. اوكي ناو وي توكينج. اول دونات، ثاني دونات، ثلاثة دونات ورا بعضهم عملنا شيء بياخذ العقل، من بعدها أعطاني إنه أنا أتحكم فيها للجيروكوبتر. You can grab the control, but don't hit your friend. Yeah. Just keep it straight. Hold it straight and don't hit Abdullah. كان في مناظر جميلة ورائعة جدا، بدأ يروح عندي الإحساس حق الخوف. Yeah, this height is good. Thank you, Captain. It was awesome. الحمد لله نزلنا. أول ما نزلت الجيروكوبتر أنا هنا بديت أنبسط خلاص. الله الأرض ثاني مرة، لكن ما زلت في حالة نفسية صعبة. عبد الله شو مان؟ شو بك خبرني؟ شو في؟ أنا اليوم مو كرهتك. أنت عارف أنها مفتوحة؟ الجيروكوبتر ما ادري شو اسمه. اكيد وانت بتكره شيء مفتوح وبتخاف، انا بدي اكسر لك حاجز الخوف. ما انا عم ساعدك، انا زميلك حتى ساعدك. والله والله يعني انت صراحه انسان طيب تعجبني، مو كسرت حاجز الخوف. اوكي اذا الخوف صار مضروب بأربعة. يعني عبدو حاولت صراحه، حاولت فوق المويه كنت مرتاح شوي. أوكي. يعني ب
بس ما اقدر اشوفك وانت تطير جنبي. نحن عملنا دونت فوق و360 وسبايرل عملناها شي ثلاث مرات ورا بعض، ما عملتن هول كلهم؟ لا احتمال بس كنت مغمض.